اخبر معاكم نائل. في هذا الفيديو شباب راح استعرض عليكم فيديو كثير حلو وكثير راح تستمتعوا في هذا الفيديو باذن الله. طبعا يا شباب قبل بدايه الفيديو حاب اني اذكركم انكم تصلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. طبعا يا شباب في هذا الفيديو راح استعرض عليكم اللي هو كيف تجيب ستور مجانا ببلاش. طبعا يا شباب خطوات الجلتش هذا او الفيديو هذا راح تكون سهله جدا، بس اللي عليك انك تركز بالخطوات وبس، ما بطول عليكم يلا نبتدي في خطوات هذا الجلتش. شباب اول شيء في الجلتش هذا بيحتاج انك تدخل على هذا الموقع، هذا الموقع رابطه بالدسكريبشن، فبتدخل عليه من اللابتوب وبتبدا تسوي بالشروط معايا اخوي. فطبعا يا عزيزي المشاهد بدي اياك تركز معي في الفيديو، تركز معي بالخطوات، تركز معي بالكلام عشان تفهم وتاخذ الستور. مبروك عليك. طيب يا شباب اول ما تدخل على الموقع هذا طبعا بيجي لك كثير انواع ستور، اللي هو 50 يورو، 20 دولار، 20 يورو، 10 دولار، 10 يورو، 50 دولار، يعني في من كل شيء جزئين. تمام، يعني 50 يورو في عم مقابلها 50 دولار، يلي حسابه بيستقبل يورو بياخذ يورو، واللي حسابه بيستقبل دولار امريكي فبياخذ دولار امريكي. تمام، زي ما انتم شايفين ست انواع هاي الستور الموجوده معاكم. اوكي يا شباب، اوكي يا عزيزي المشاهد ركز معي في الكلام. اوكي، بعد ما تدخل على الموقع هذا وتشوفه ويعني تركز بالكلام، راح اول شيء يطلب منك انك تختار الستور اللي بدك اياه. اوكي، الان لا تطمع بشيء انت ما تريده، يعني خلي اول شيء خذ اللي انت تريده. مثلا انا بحط 10 ستور. تمام، فالان اول خطوه لازم تسويها اول ما تختار الستور اللي انت تريده، كل اللي عليك انك تسويه هو اول ما تختار تعد 3 ثواني بعدين تسوي ريفرش للصفحه او تحديث. تمام، الان بس تختار 1 2 3 سوي تحديث. اوكي، زي ما تشوفين 1 2 3 سوي التحديث، 3 ثواني سوي تحديث. بعد ما تسوي تحديث ارجع اختار نفس الستور اللي انت اخترته تريده واستنى 3 ثواني، 1 2 3 و3.5 يعني، روح سوي ريفرش. اوكي، كم مره تسوي ريفرش او تحديث؟ سويها مره واحده. اوكي، زي ما انت شايفين هذا الستور الاول اللي هو 10 دولار طلع لي في البطاقه. تمام، فهيك اول شيء. ايش طلع لنا اول شيء يا نائل؟ طلع لنا اول شيء 10 دولار زي ما انتم شايفين معانا في الفيديو. تمام، فاسا رح نجرب الخطوه هاي على اكثر من شيء. اوكي، يعني كيف اكثر من شيء نائل؟ فهمنا. طيب كيف اكثر من شيء F16؟ اكثر من شيء يعني رح نجربه على بطاقه ثانيه عشان اللي ما بصدق يشوف كيف انه رح يطلع لنا الكود كمان بالبطاقات الثانيه مش بس بالبطاقه اللي انا جربتها. اوكي يا شباب، فهسه رح نجرب نفس الخطوات على بطاقه ثانيه. اوكي، اول شيء رح نسوي 10 دولار، 1 2 3 ونسوي تحديث. اوكي، بعد ما تسوي تحديث ترجع تختار نفس البطاقه، تعد 1 2 3 بعدين تسوي تحديث. اوكي، بعدين لما تدخل المره الاخيره لا تسوي تحديث، يعني بعد ما تسوي تحديث مرتين كل عليك انك تدخل مره ثالثه وبدون تحديث راح يجي لك الستور. طبعا اذا سويت بدون تحديث مرتين راح يطلع لك الستور ما بيشتغل. تمام يا شباب، اسف اني قلت لكم مره واحده التحديث لازم مرتين، راح اكتب لكم بالبدايه لما قلت لكم مره واحده راح اكتب لكم على الشاشه مرتين. اوكي، للاسف. تمام، هسه راح نختار بطاقه ثانيه بس بدون ما اتكلم. تمام، ليش؟ عشان اسرع عليكم الفيديو بدون ما احرق عليكم. راح اسوي نفس الخطوات، تسوي نفس الخطوات لكن لما تختار شيء ثاني اختار بطاقه ثانيه. فزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين طلع لنا ب 50 دولار ستور 50 دولار. اوكي، يعني نفس الخطوات سويها بس على بطاقه ثانيه. طبعا اول ما تدخل الموقع جرب الستور على 10 دولار بعدين خذ الستور اللي بدك اياه. تمام، زي ما انتم شايفين مكتوب من فوق ان يوز بي اس ان كود واز جرينيتد سكسسفولي، يعني الكود اللي طلع لك ما هو مستعمل، يعني اول واحد تستعمله وطلع لك بنجاح. وهذا هو فيديو اليوم، يعطيكم الف عافيه على المشاهده يا شباب، منا 5000 لايك في هذا المقطع، يعطيكم الف عافيه على المشاهده ونشوفكم على خير يا شباب في المقاطع الجايه.